السلام عليكم. دنيا ايت الحسن 26 سنه. Je bosse en tant qu'administrateur base de données au Maroc Data Center. Ma mission principale كتجلى في اربعه ديال النقط مهمين. الاولانيه وهي لا جيستيون اي لا بيرفورمانس دو باز دو دوني. ثاني حاجه l'installation et voir la disponibilité de données. C'est une chose importante. Et la dernière, la sécurité. Quand on parle de la sécurité, on parle de la récupération des données et de l'exploitation de leur. النقطة الأخيرة اللي هي لافي تكنولوجيك، المعنى ديالها اون في لوبتيميزاسيون اي بار لا سويت ليفاليسيون ديال لابليكاسيون. بالنسبة لادمينستراتور دو باز دو دوني كيلعب واحد الدور مهم في الشركة. السبب الوحيد لأنه كتكون عنده لانتيراكسيون معاه ومع ليكيب دو سيستم دو ديفلوبمون. لهذا خصو يتوفروا فيه واحد الشروط في لي كونيسونس تكنيك وفي لو سافوار اتر ديالو. إلا بدينا بلي كونيسونس تكنيك خص تكون عنده دراية بلو سيستم ديكسبلواتاسيون، يعني كنهضروا على لينكس، لي زونفيرونمون دو ديفلوبمون يعني ماي سكيول، اوراكل، سي بي et PostgreSQL. وعاد كنزيدو نهضروا على ان كونيسونس تكون بيان ميتريزي في لو سوفغارد سيكوريتي اي لي ريزو. بيان ايفيدامون مع اون ايكيب اللي فيها لا موتيفاسيون كنخدموا في واحد لا سوبليس، كنعاونوا بعضياتنا، كنساعدوا بعضياتنا في واحد الاطار اللي هو فيه لومانيزم اكثر من انه بروفيسيونيل. وهادو حوايج كانوا ساعدوني باش نعطي في الميدان ديالي، ونحاول باغ لا سويت ان شاء الله يكون عندي واحد البروفيل ابغيد كابابل اتاندر لي زوبجيكتيف اللي هما بيرسونيل ديالي. تقريبا هذه مدة على ما يزيد 6 سنوات وانا باسيوني بالموند ديجيتال ولي نوفيل تكنولوجي، وهذا علاش اختاريت نبدا لو باركور ديالي من لا فيليير اس ام اي ا سيونس ماتيماتيك انفورماتيك ابليكي من جامعه محمد الخامس للرباط. تما فاش خديت الاجازه ديالي باوبسيون جيني لوجيسيال، من بعد كملت ماستر كاليتي لوجيسيال في جامعه ابن طفيل في مدينه القنيطره. من بعد هي فاش حلت لي البيبان ماروك داتا سنتر وبديت تقريبا بديت معاها، هذه مده على ما يزيد على سنه وانا معاهم في بوست ادمنستراتور دو باز دو دوني. بالنسبه للليفولوسيون بروفيسيونيل اللي كتكون عند ان ادمنستراتور دو باز دو دوني نقدروا نهضروا فيها في دو فولي. لو بروميير فولي اللي هضرنا على التكنيك اون اكسبير كيكون كيبدا جونيور، باغ لا سويت افيك ان سيرتين اكسبيرتيز كيقدر يرجع سينيور دي بي ان اون اكسبير اوراكل، هذا واحد لو فولي. باعود مع الاكسبيريونس كيدوز للمانجمنت دو سيستم دو انفورماسيون او طون كو شيف دو بروجي اون باز دو دوني. من هذا المنبر كنقول لكاع لي ستوديون اللي كيكونوا باسيوني بلو بوست ادمنستراتور دو باز دو دوني خاصهم يحاولوا ما امكن يخدموا على القدرات ديالهم، يعني اللي فيهم جوج ديال لي فولي لي كونيسونس تكنيك مع لي كاليتي اومان لو سافوار اتر. علاش؟ حيت الا كنا بزاف ديال الناس كلنا غنتجهوا لو سيكتور داكتيفيتي انفورماتيك بلو بريسيزامون ادمنستراتور دو باز دو دوني، غادي يكون كلنا عندنا لو ميم نيفو في لي كونيسونس. الا كنا خديناه بار كور وكنخدموه بالانتيغيور ديالنا كونوا على يقين انكم غادي تكونوا دي زيكسبير في لو دومين ادمنستراتور دو باز دو دوني.